الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في هذا الكتاب القيم، وهو كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الحديث 70 و300 من أحاديث الكتاب، حديث رقم 370، وهو من باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. الحديث الذي بعده قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وهذا الحديث يشبه الحديث الآخر أو اللفظ الآخر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الرجل على دين خليله، أي على دين صاحبه، لا يصحب البدعي إلا مثله. البدعي المبتدع لا يصحبه الأول منصوب والثاني مرفوع، لا يصحب البدعي إلا مثله. المنشورة الصوتية للبقراء: لا يصحب البدعي إلا مثله، لا يصحب البدعي إلا مثله. البصاحب ده الثاني ده هو زي الأول، ولو رفع الأول يغير المعنى، لأن المبتدع ممكن يمشي صاحب بيته، لكن المبتدع ما بيرضى صحبته إلا من هو مثله. يعني ذاك ما بيرضى صاحب المبتدع إلا يكون مبتدع زيه أو جاهل يعرف. لذلك جاءت القاعدة المعروفة التي قررها الإمام أحمد والإمام البربهاري صاحب شرح السنة، والشيخ ابن باز والشيخ زيد المدخلي وغيرهم من أهل العلم: عرفه فإن عاد فألحقه به. لا الله قال كذا في القرآن: إنكم إذن مثلهم. ماشيك مع غير مبتدع يوروك يقول لك ده مبتدع، يقول لك رجل ده مبتدع، تقول لا لا ما بخليه، بصاحبه وبمش معاه هو يلوك تاني معاه، انت مبتدع زيه. قال لك: الرجل على دين خليله زي صاحب، فلينظر احدكم من يخالف. شوف انت بتصاحب منه. ولذلك قال سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى: لا يصحب صاحب، لا يصحب ولدي ابني، لا يصحب ولدي فاسقا شاطرا احب الي من ان يصحب صاحب بدعة. قال ولدي ده كون صاحب له فاسقا شاطرا، فاسق يعني خارج عن الطاعة، وشاطر قال الشيخ محمد بن هادي في شرح الإبانة قال: أي الذي أعيا أهله غلب أهله. عديل مرة يدقوه برضه يرجع للسرقة والإجرام والسكر والمشاكل، ثاني يطردوه برضه يرجع، تعب أهله عديل باسمه شاطر. شاطر يعني مش معنى ذكي شاطر بتاع المدرسة بتاع لا بالجامعة، لا ده دول في الشر بلغ مبلغ بعيد، لكن في النهاية سني. وده نص الكلام: لا يصحب ولدي ف
فاسقا شاطرا سنيا، يعني ما عنده بدع بس عنده المعاصي، احب اليه من ان يصحب صاحب بدعه. اخير من القوم مع مبتدئ، اخير القوم الذي مع ذو سكران، ما القوم مع بتاع بدعه، اخير القوم مع ذو حرام، ما القوم مع بتاع بدعه، اخير القوم مع ذو كتال كتل، ما القوم مع صاحب بدعه. دي رد على المستهبلين ديل بيجاي ديل بانو بيجاي ديل الإمام مبتدئ ونسيبه مبتدئ والرابط بيناته ذات مبتدئ اللي أكد والله جت مبتدئ، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب والصهر الاثنين مبتدئ، والرابط ذاته جمال فوق ذي برضو جلدوه وصرى برضو مبتدع، كلهم شلة بتاع المبتدعة زي ما قال لك إلا المروحة بس ما مبتدع، لكن دي شلليات بتاع المبتدعة بتنايس ذاك بتنايس بنياصة، تعرف بنياصة ما القرآن قراءة القرآن دي نحن ممكن دي قراءتك كثير، لكن النياصة في الكلام التصنع نياصة نياصة. أنا مش فاهم بتاع لغة عربية بيتكلم لغة عربية بيفتلى في اللغة ذات فاتيرة، ودون مبتدع مجرم بيدافع عن البدع وأهل البدع ويأصل لهم ما عنده تأصيل علمي ذاته. فالمهم أنت كونك صاحب الشلليات دي بيشو بيقول لك ده ما تدين يا أخي، كون زول يعني حتى لو بقى في النهاية في محاضن تربوية وجماعات دي عبارة عن محاضن تربوية أخير له في النهاية من إنه هذول أهل البدع دين شر من أهل المعاصي، وأهل المعاصي بيعترفوا بمعاصيهم. وجيت قلت للسكران توب يقول لك الله يتوب عليك، وتلقاه محروم من المعصية بتاعته، لكن المبتدع شايف نفسه على خير ويحسبون أنهم مبتدون، شايف نفسه على خير كيف يرجع لك؟ شكي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله تعالى رواه الطبراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ينزع عن بدعته. لو ما خلى بدعته دي ما بيقدر يتوب، لا والله قال كذب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودي درب السنة، قال مشاهد سوى لبدع سوى طرق تانية تجارية قادرية سمانية مركز عام إصلاح جمعية وابن صيد مختارية صافية غيره سلونية غير من الجماعات قطبية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى والروح ذا الحق وذا الباطل ويتبع غير سبيل المؤمنين، خلى درب الصحابة مش عمل لدني براب نوله ما تولى، ذا الشاهد من الآية. قال ابن كثير رحمه الله أي نزين له طريقته ونحسنها استدراج من الله تعالى. أشكر السلف من كلماته بيقولوا من علامة إرادة الله بالشاب النشب الغمر الصغير الخير أن يوفق له بطانة صالحة ومعلما يعلمه الخير من صغير. الله قال في القرآن أنبتها نباتا حسنا من صغير، أذل من صغير الله يوفقه ويهديه إن يعرف درب الحق وينشأ عليه ما يتخبط في أحضان المبتدعة بجاي وشو بجاي وشو بغاية، وما مبتدع إلا تلقى عنده حاجة بتجذب الناس إما تخشع وبكاء، هذا أغلبيتهم بكايين أنت داروا تبكي بيت لا بديك دار يقوم بيت تلقاوك أموره زي النسوان سريعة وتلقاه
وعنده سمتك سمتك وهذه ما شاف الصوفيه تنسى تلفح كيف يدوم كيف وريحه كيف والشكل والعبايات والغناء والعمم سمت عنده تسمتات يعني ولا تلقى عنده صوت جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم الى مع صلاتي تلقاه كما في البخاري تلقى صوته جميل قرايه قرايه زول لا كويس هسي بعد قرايته تسمع حد يعني معقول الزول ده ضايع ودي ما ذات الشغل ما هو الله يبتليك هسي الزول لو صاحب الشر ده رماد في رماد كذي شر كذي دي هل بيرجع عليه؟ لكن الله بيمتحنك في حاجه بتجذبك له ولا عنده خطاب بلاغه بلاغه تلقى عنده لباقه في الكلام لسانه في الخطابه قال ولا بالحين في اللغه لسان وجبت لسان بقرة كذا شغال وجرت انت لكن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال إن على الحق نورا أو إن للحق نورا الحق ده على أمور ظاهر فيبقى قد زال جماعي من حساب شديد قال ولي ما تولى قال ابن كثير أي نزين له طريقته ونحسنها استدراج من الله تعالى استدراج تلقاه شايف نفسه على خير وعلى حق وعلى ضلال شكيك بك الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف لثراه ابو داود والترمذي وقال النووي رحمه الله رواه ابو داود والترمذي باسناد لا باس به وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله ثابت الرجل على دين خليله في لفظ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف اصحاب الدين اعمل لهم مسح شوفهم سوي مسح لو لهم صوره بتاعت شوف النازل على حق وانت ماشي معاهم ولا على باطل وقيم شو النازل على الشريك انت ما بتغير لله سبحانه وتعالى تماشي المشركين كيف ولا البدع ولا الدين شنو؟ اللي انت مصاحبهم دين، لا اقول لك الاخلاء الاصحاب الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. شو انت صاحب ده لازم يضحك معاك ده؟ يوم القيامه مشاكل قدام الله سبحانه وتعالى. يا الله انا كنت ماشي كويس ماشي على المصحف، يا هو ده جراني ما شغالني بيجان، وده جراني بيجان الحفل، وده وداني المعاصي، وذاك ساكنين حولي وذاك انا والله كنت موحد جراني بقاني درويش معاكم يا ولد عمي ودينك تبروا منه دين تبروا والله سمى البشر الزيدين سماهم شياطين واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم يا أصحابنا زعماهم وقادتهم دين الله سماهم شياطين لا تعرف تفسير الآية دي وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فقال إن استهزأ بالمسلمين دين سايب الدين لله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولا تعرف تفسير الايه دي واذا خلوا الى شياطينهم امشي الصفحه 11 من نفس الصوره. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض بشر كلهم قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه رواه البخاري ومسلم وفي روايه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب المرء لما يلحق به قال المرء
مع من أحب. الرجل يحب القرب ولما يلحق به، يعني عمله ماذا يعمل؟ هو يحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. بتحب الكفار تخش معهم بعدين، والليل الألعاب في الكورة، وده قوي في المصارعة، وده في الفيلم جاب كيف وعمل كيف، ونط من العمارة ونط في العربية والموتر طلع فوق العرب أو هام زي، وده ذكي وده كذا وده كذا. بتحب الكفار انت معهم، تحب الدراويش انت معهم، بعدين تشوف تخرج وين الدراويش. الله قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان درويشا. الله قال كذب، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تحب الأتقياء انت مع الأتقياء، تحب الصحابة انت مع الصحابة، تحب النبي صلى الله عليه وسلم انت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحب أهل الشر انت معه. كان الفنان ذا قلت كيف ليش بحبه شديد؟ حاسب عليه شوف مصير وين؟ مصير وين؟ لا شيخ الطريقة ذا قلت كيف ليش شديد؟ بحبه شديد حاسب شوف وين بعدين؟ الزعيم بتاع الحزب ده شخصيته علمانية وانا قلت كيف ليش شديد وبحبه شديد؟ خلاص شوف وين بعدين؟ تحب أهل الخير، يبقى الناس عقيدتهم صحيحة، والناس أهل الاستقامة، وتحب الصحابة والأنبياء والرسل، تقرأ سيرهم، تعرف مواقفهم، تبهم في الله سبحانه وتعالى، الله معبهم في الجنة هذه الآخر. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ القيام الدين. السؤال متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. أنت قيام الليل اللي زمن أنت عملت لها. قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب، أنت مع من أحبب. متفق عليه رواه البخاري ومسلم وهذا رواه مسلم. وفي رواية لهما البخاري ومسلم، في رواية البخاري ومسلم قال الرجل ما أعددت لها أي للساعة من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ده يوريك انه الانسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب اهل الخير عشان الله يجمع بينهم الجنه، ويحب الله سبحانه وتعالى محبه عظيمه معها ذل وخضوع لله جل وعلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ ما بيعمل زي أعماله لكن بيحبهم، لكن الفرائض تقوم بها، الفرائض تقوم بها والمحرمات بالتنبه، لكن ما عنده اجتهاد كثير زيهم، هو بيحبهم في الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه قال البخاري ومسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الفضه والذهب. معادن عند العرب يعني عندهم اصول، اصول وعندهم صفات وعندهم مكان وموضع في النفوس وعند الناس وفي المجال وفي المحافل. الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا بالضم، وتنطق فقهوا بالكسر،
والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، رواه مسلم. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره إلى آخره إلى آخر من رواية عائشة رضي الله عنها معلقا إلى آخره. صعب الألباني في صحيح الأدب المفرد: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. بعدين الدار مثال ناس عندها أصول مكان عندها منزلة منازل في الناس. أها قال خيار في الجاهلية خيار في الإسلام، مثل إذا فقه وتبط إذا فقه. زول في الجاهلية قبل يكون من الإسلام يبيله من أهل الشرك، كان عنده مكان عنده زعام وكانوا يرجعوا له، ده من يجي كمسلم برضو في الإسلام يكون عنده مكان، لكن لو ما أسلم حتى بين مكانه في الجاهلية دي ما أسلم هو في النهاية ما يسوى أي شيء، ده في النهاية ما يسوى أي شيء. ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره شنو؟ فرطا، أمره ساقط فرطا ما عنده أي يقين. لكن هو في الجاهلية كان عنده مكان زعامة، لما نجي الإسلام زي ما قبل كان نشيط في الشر أسي نشيط في الخير، زي ما كان يقود الناس للشر أسي يقود الناس للخير. ده يريكم الإسلام منزل الناس منازله ما بحقره. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع شرطا قال إذا فقهوا، من رفع الأصل بالفقه في الدين والعلم والتقوى إلى قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. بقية الحديث قال والأرواح جنود مجندة، شفت النفوس دي، والأرواح جنود مجندة مجتمعة بتتلم سوا. كيف؟ قال فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. الناس العقيدة واحدة بدآلة والعقيدة مختلفة، ده بينكر على ده وده بينكر على قبل يتكلم تلقاهم بالنافع مختلف. حاسي لو ده العقيدة منحرفة لو ركب معاك في العربية في المواصلة قبل يتكلم تبتكون بطنك طامة منه، طوالب تتغير بس يبقى تتغنغ بس مين يفتح الباب تقول لا سواك في له بس يركب تام انت بتقضوا مباراك قول لك ما لك والله ما في لكن الزول لا ضرب بها بابه انت هو في الغالب في الغالب انت هو بتكون في الزول ما بيتعامل بس بالمزاج والظن، لكن دي قاعدة عامة. وما يزول انت قلبك بار معناه من مرات مرات بعد يتكلم هم زهر العقيدة والتوحيد وكذا انت بتحبه في الله سبحانه، لكن لو انتوا ساكتين الاثنين مرات في شغل بتاع الشيطان، لكن في لحظة انت عقيدته مختلفة تلقيته بتتنافر هذه ما بينفع معها ولا بتنفع معها والله العظيم. وما بتحاول تدس في نعم يظهر في وشك وفي كلام تلقاك برا رمي الدوحة هو رمي أصله معروف. وده يوريك الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين عن المنافقين قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، انت تشوفهم كلمة المؤمن لكن اي واحد عنده راي في الثاني، لان الناس ما اهل صدق، لان الناس اهل كذب واهل لف ودوران واهل شر. والله كيف يزول يعمل حساب؟ قالوا عن مسير ابن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزه وفتح السين المهمله مسير قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن
أمداد أهل اليمن. الأمداد هم الأعوان وهم الذين يمدون الجيش كما قال الإمام النووي رحمه الله. يعني الجيش لما نحتاج إعانة جيش المسلمين بيقوموا ديل من اليمن بيجوا. عشان كده كثير من المفسرين أوردوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا، بتمر بين إن شاء الله في موضعها، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم هم أهل اليمن. في اليمن زمان بتمد الصحابة والمسلمين، الصحابة في اليمن بيجوا عندهم شجاعة وعندهم رسالة وقوة، فبيجوا ذيك الأمداد بيمدوا الجيش، بتجي كتائب بتمد الجيش ويجعل الله سبحانه وتعالى النصر. إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، ولما بيجوا لعمر رضي الله عنه بيجوا مارين عندهم حاجة في المدينة أو إذا التقوا به في الحج في مكة، سألهم: أفيكم أويس ابن عامر؟ أفيكم أويس ابن عامر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، والرسول ما شاف، وهو ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء زي الإمام القرطبي وقبله ابن الجوزي رحمه الله تعالى قالوا أويس الطرني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، كان فيه، ولكنه ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وما التقى به، لذلك عد من التابعين، ما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم، عد من التابعين، لاقى الصحابة. قال ابن الجوزي: والذي منعه من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له أم كبيرة، فكان يبرها ويراعيها في اليمن، فلما فرغ منها علمات كذا أتى إلى المدينة وقد فارق النبي صلى الله عليه وسلم الحياة، ما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لاقى الصحابة بعد، لاقى الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال البعض يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من بعد ما هو صحابة لاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: أي مجموعة أي من اليمن بيسألوا بيقولون أفيكم أويس ابن عامر؟ وده يوريك انه ما في زول بيعلم غير، لان عمر ما قال انا بس اول ما اشوفه بعرفه، لا بيسالوا كويس وين؟ هون قدام صاروا يقولون كويس فيكم؟ فيكم انتوا ولا ما في؟ طيب قول لي شيخ الغنمايه ما بيشوفها؟ وعمر قدام الناس ما عارف كويس، اذا عمر رضي الله عنه يقول لي الفقيه مثلا المكاشفي والناس بالدعوة من الغير من المجرمين من المتصوفة من الدعاة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والتعلق بالأموال والغائبين والدجالين والعرافين والمشعوذين والوداعيات دير المجال دير بالدعوة من الغير. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل عمر بن الخطاب ولا المكاشف؟ أسري فيها مقارنة، ذات المقارنة إذا صح التعبير ذات تنقص. والله كون تقول عمر بن الخطاب افضل ولا المكاشفي، وانا اخشى انه يكون دي فيها، لانه ما فيها، لكن حاجه بعيده ذاته، بعيده ذاته، بعيده بعيده شديده. المكاشفي ولا عمر بن الخطاب؟ ما في شك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعمى بن الخطاب يقولون افيكم اويس ابن عامر؟ اويس فيكم ولا ما فيكم؟ قدامي ده نازل جاب معاكم ولا ما جاب؟ ايه يقول لي شيخ بيعرف الرائحه وبيعلم اللي في قلبه وسوس، كلام باطل سهل. قال حتى اتى على اويس رضي الله عنه، الصحيح ان يقول رحمه الله ورضي الله عنه اذا قيل الا ان تقال من باب الدعاء، كما قال الشيخ محمد امان الجابي رحمه الله: إذا وجدت في كتب أهل العلم كما في كتب الإمام النووي في كتب شيخ الإسلام تيمية إذا ذكروا واحدا من الأئمة يقولون مثلا
الإمام الشافعي رضي الله عنه، هذا من باب الدعاء. قال شيخ الجامع كقول الإنسان فلان مات رحمه الله، رحمه الله ليست من باب الخبر، يعني أنت ما أثبتت إنه فلان قال ورحمه رحمه، وإنما تدعو له بالرحمة. وإن كان الصيغة عند العرب رحمه الله رحم فعل ماضي، يعني كأنك أنت بتخبر إنه الله رحمه، لكن أنت تريد الدعاء رحمه الله يعني أسأل الله يرحمه، وأنت هنا تقول رضي الله عنه يعني أسأل الله يرضى عنه، هذه إذا وجدت في كلام أهل العلم، وإلا إذا وجد وأما إذا وجدت في الصحابة فنقولها من باب الخبر، إن الله رضي عن الصحابة كما أثبت لنا في القرآن وكما ثبتت لنا في السنة، هذه الصفة العظيمة أو هذه المزية العظيمة والفضيلة في الصحابة. فقال له أنت أويس ابن عامر، فهذه مرة من المرات جو مجموعة وفعلا في أويس بعد في أويس عديد أها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أنت أويس ابن عامر، أنت يا أويس ابن عامر، ده عمر بن الخطاب بيسأل فيه رضي الله عن عمر ورحم الله أويس. قال نعم، قال ابن مراد ثم انقرض انتهى هناك الجهة تجيب بها تجيب منها انت من مراد ثم من قرى بطون والمناطق والأهل. قال نعم، قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم أو درهم، كان عندك برص الله عافاك منه إلا بس موضع درهم لسه قاعدة في جسمك. قال نعم، قال لك والدة عند أم أنت قاعد تبرى وكذا، قال نعم، فقالت ماتت في ذلك الوقت أو هي حية، لكن بعضهم قال يعني كان يبرى ولما ماتت أتى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقت منه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعنا بيقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرى، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، ذل مستجاب، لو أقسم على الله لأبره. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له شنو العلامات دي والأوصاف دي، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، قال للصحابي الصحابة قال لهم لو واحد فيكم لاقاه وقدر يقنع منه يستغفر له ويطلبه من الله المغفرة لأنه استغفر، فإن استطعت أن يستغفر لك السين والتالي الطلب يعني أن يطلب لك من الله المغفرة ففعل فاستغفر لي. عمر الخطاب قال لا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنك الكلام انت استغفر لي، فعمر افضل منه لكن من حرصهم على الخير ومن تواضعهم. فاستغفر لي، قال الراوي سيد بن عمرو قال فاستغفر له يعني قال له غفر الله لك يا عمر، اللهم اغفر لعمر ذويس رحمه الله تعالى. فقال له عمر أين تريد؟ هما جعل وين؟ دي رسالة للصوفية عن الكلام الجاي ده. قال له فقال له عمر أين تريد؟ قاصد تمشي وين؟ معناه في قلبه ما يعلمه عمر رضي الله عنه. انت رد علي ناس اتخذوا في المكاش في انه يعلمك في القلب يا اخذ يا اوهام دي ضلالات، انت كيف يعلم الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، انت كيف تعلم الغيب وتعلم في القلوب. فقال له عمر اين تريد؟ قال الكوفه. قال لي انت متوجه هسي تجيب بي جاي، قال لي ماشي على وين؟ سفرك ده ماشي وين؟ تجاه من اليمن وجيب بي جاي بس انا لاقيتك اها ماشي على وين؟ قال لي ماشي الكوفه هناك، كوفه طبعا برضه فيها علماء لغاني وصحابه، فيها ابن مسعود وفيها ابو موسى الاشعري وفيها 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 رضي الله عنهم جميعا رحمهم الله
رضي الله عنه قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ الأمير بتاع الكوفة أنا ما أمير المؤمنين أكتب لك للأمير راعيك أنت كويس يقول لا أنا جيت من جهة عمر رضي الله عنه براعيك يديك مكافأة حاجة أنت كان أكتبت لي حاجة ما بتصير معاه ما بشيل حق المسلمين لكن ما بتصير معاه لأنه أنت في النهاية إذا كتبت لك أنا قال أكون في غبراء الناس أحب إلي قال ما تكتب لي قال أكون بس مع الناس هاي ما بزول ذاته يعرفني وكذا وكذا دي رسالة قال بس ليهم صايب سوي لي علم قوي قوي سطرني ما قال اكتب لي انت تسوي لك بلاوي الحاجات انت القلب مستجاب الدعاء منه وانت دعاك ليه لا تكتب دي وما دعاء الكافرين الا في ضلال او بتاع حجبات وتنادي الشيوخ انت من الكافرين دي بقى فتوى ثانيه القران ومن يدعو مع الله الها اخر يا الله يا مكاشف يا الله يا كباش يا الله يا صايم ديما بتنادي اثنين ما بتنادي واحد ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به دي صفه كاشفه ما بتلقى له دليل ابدا وتالي فانما حسابه عند ربه ده وعيد شديد ما وراك ذات العذاب العذاب بعدين والحساب كيف قال فانما حسابه عند ربه وبعدين انه لا يفلح الكافرون انت بتدعو غير الله ده تكون من المسلمين انت مسلم لانه مسلم لله تعالى الله انت ما قاعد تدعو الله برا تدعو مع غيره انت ده ما الاسلام ده الشرك بالله سبحانه فيك شيوخ وفيك القبب وفيك الحجبات وفيك البلاغي كسر المواد دي غدعها بالتالي تشوف فعل عواد ترتر بها ترتر عارف الترترة اللي العباسة نوم مشغول تساوي لك نوم وطارات في عبادة بإزعاج زي ده من الله خلق العقب عبادة زي دي سمعت بها تل 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 تصوف ده عبارة عن جنبار قلة تدب وعبارة عن لخبة زائد شغل بتاع بس كلمة كوبا بس كوبا ومعاه الشرك ومعاه التعلق بالأموات وخرافات وثنية حاضرة عبارة عن رماد بس منتهية سوداء قادمة لو ده التصور لو والله ما داري الجنة أبدا بعدين قال له أكون في غبراء الناس أحب إليه بس ولا جد صالح جد بيتخفى من الناس أنا طبعا مستجاب الدعاء وانت كان الله قال الله لا يحب كل مختال فخور وقال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى دي ناس الدين الجدد اما الخاتميه دي ما ناس دين انا بقول لك اذا كنت في هم وغم وكربة فنادي ايا مرغل ولو ويس القرن ما قال ناولني ولا قال اكتب لي خلي الوالي وناس الكوفه شتي عارفوا لانه ما في تلفزيون وما في فيسبوك وما في واتساب وما في تسجيلات الناس دي يعرفوني كيف من هذه الناس دي يعرفوني انا الرسول ذكرني باسمي الرسول ما شافني ذكرني باسمي انا ما يعرفوني كيف ما قال انت الرسول ذكرك فتش الاحاديث الصحيح والضعيف والمكذوب والمغلوب والثابت فيه والمكاشف اذا كان حديث فيه مكاشف مسلسل اطفال فيها مكاشف لعلتك في سمسي ومكاشف مكاشف ده عبارة عن ابتلاء جنجل عنا في شجرين وسخ الشجرين والطفاء وهذا تعرض فيها ما في حاجة في الدين زي مكاشف ما في درب في من طرق الجنة وباب من أبواب الجنة الثمانية اسمه باب المكاشفية ما في أساطير دي أساطير بس ذول أبطال زايد بس عملوا لك هم وقعوا وصلوا السودان ذول هم وقعوا يا أخي ما زي عندهم أنا قال لا مش الخرطوم شوف على الحال داس الفقير الصين الفقير الصين يا أخي ما رجل ثلاثة خمسين يقول لك مش هشوف لك عادي ثاني
أسي جنة العربية يقول لهم دي يابانية ودي صينية يمشي بهذا يابانية وصينية في الكفار بيشيلوا اليابانية لأن في شغل الكفار صين الفكي الصين لا الصين ما عندنا مشكلة في الصين فيها مسلمين المسلم فيها كويس على عين والراس لكن الصين شنو صين فاسد في السكان نروح على حاجة الصيني خاصة في السودان يمكن برا يجوز لهم يدفعوا غير جودتهم كنا حاجات الصينية بتجي السودان ما نعرف اللي شيخ صيني كمان شيخ صيني كده بتعجبني كبري بسوي لنا بشكل واصل مسويديننا معاه ونحن مسويديننا معاه ما انا بعد شغله كلها زودتني في سنة خلفية جايطة اها وشاشة جايطة نيزو الكيس بتاع الستيكر شغله مبقبقة كلها دي الناس زي الولد صيني قال فقير صيني هو مسلم فقير صيني مسلم هو زول بيموت في كوبري دي قصة لا تموت زول جايبين نعمل كوبري ما مسجد ولا مسلم ولا كذا يموت في كوبري يدفنوه يعملوا له كوبا عليك الله زي ما عندهم موضوع هسي في الفاعة دي زول مات نازلت في الفاعة ده بتاع عازم بتاع عورة تدرين ترين عورة بتاع عورة سووا له كوبا جديدة الله لو بدي كم فهم صواتها كم لا ستة سنة تعالى من كم عارف تلمين البرة إذا تعالى قال لدانا ولو راكوبة ما عندها سين بتاع العشر بعمل عليه برة إذا ده مستاهل كان سوف له بمليار زمان مليار دي تكفي ميزانية السودان هذا علي عثمان والمجارمة شعب في عام بيجان مش الدار الميت دار البورة بيجاي ده ده ما تصلي في الجامع الجامع في بيت مش الجامع بل في حوش بيت وزاد الجامع هذا بيجاي في الجلالية ها اليوم ده سوى قبة أربع طوالي شعب يمشي لقدام يا جماعة حس الشيخ الجديد بتاع النيل لم يبتجي هذا القطينة وماشي على الديوان دي البعرة ده حس ده فايدة تشوف زول بزول بركته البركة المربية بيجيب بعر البقر بيجلط بيه الناس يقول لي بركة في الليل فيه طبعا معقولة ده دين ده بعر بعد جلب القوى الناس دي البركة بتاعته شاكد يشوف الشرك ده بوصلك مراحل من الذل والصغار والشر مشكلة كبيرة من بدري قال تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا سعميز الشرك تلقى مظلوم والله مظلوم كان مشى لشيخ وسيده تلقى بزين فيه هسه مش اليوتيوب تلقاه يجلدوا فيه جلد جلد بعد يجلدوا ينبذوا استاذك يا فقير هنا عنده ذليل حقير يا اخي اللي ملا لك الامريك بيغسل قرعين ويعصر لك في عضلاتك ومقبلك على ظهرك مرة على بطنك ويخدم فيك ليل نهار وهذا ويجيب لك في التبروغة ده كان انت بتصلي يجيب لك في التبروغة ويمشي بغادي يشتغل ويجيب لك في الاكل ويأكل فيك يشبع فيك انت العدود بتاعه الشيخ يشبع فيك انت الدور قاعد له بعد تعب كله تزيل فيه استاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير كمان ما ذليل سال حقير معقولك كون عنده ذليل حقير حقير حديث ثابت كما قرأ الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من يطلبون العلم في لهم من يبغون العلم فقولوا مرحبا مرحبا ترحب به وتهتم به الله في القرآن جابه قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياته فقل سلام عليكم كما أنت بشر كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ترغبكم أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير لا تلتفت لغيره هديك
تقصد غيره وما تلفت ولا تلتفت، تركز مع الشيخ بس. قال إياك والكجاب ومعاملة التجار التجار، لا تضحك عندهم في قربك عندهم بتغيثك جندهم. والشيخ تكون كاتب قدامه ما تضحك، بلا كل هذا شغل التصوف ده ذل، ما التصوف عاملين شهرة 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 الشيخ الفلان، هذيك صور الشغله دي جايه تويوتا جديده صورهم مرفوعه يتبركوا بها ورابعينها في الطرق بتاعته والخيم وغيره، هذيك اسجدوا لها عديد والله مقاطع في اليوتيوب، اسجدوا لها الشيخ القليله التجاريه صورته هذيك سجود عديد يجيبوها لك عديد، سروال الشيخ بيشمشموه يتبركوا بها ده دين ده. قلت هتوت يا اخي انت كان جاء علي شغلتك دي كان الغنى قال لي ندم سار والله ده مقطع في اليوتيوب الى البركه نعلاق الشيخ شيلة ده التجاري شيلة النعلاق في بوسه النعلاق بخطها في اخرج ودخل جوا واحد اقل سودان دخل جوا سدره النعلاق يوريك باب ابنه جوا قال له الشيخ ذاته لو شلته دخلته جوا رقبت البيت فيه بركه وظل شرك فيه بركه الربا الله قال يمحق الله الربا الربا ادل من الشرك الله قال ممحو معقول الشرك يكون فيه بركه الربا ادل من الشرك الله قال ممحو وثنيه بتاع التصوف واي زول كان تعرفه في الدنيا دي عنده دين جدا وعقيده حريص عليها لو داعية ولا دول من عوام المسلمين، شوف موقفه من التصوف والله يزول، شوف موقفه من التصوف. مين تلقى الزول بيكره التصوف بيكره الوثنية بتاعتهم دي بيكره الكفر والشرك، أعرفه والله ده فيه خير والله، لو بقى أكبر سكوتي لو بقى كتال كتل لو بقى ناهي بروش الناس لو بقى همبات شوف ده لو بقى رقاص في الحفلات مش بيكره التصوف زول توحيد ده فيه خير. اما تلقاه صوفيه واخواننا واحبابنا زي الابطال ده قدام ده بس صوفيه بيضربوا الزول الموحد ويجرحوه يسوقوه يوديه للصوفيه يقول له اعتذر له يضربوه ويسوقوه يعتذر ده شو ده؟ تبتزين ناس موحدين الله ما بيسالك الناس اللي عاد العاطفه في الدعوه ذات مصلحه عاطفه الزيدين دي بتزيد في الدعوه الرسول شال سيف الله قال وما ارسلناك الا شو رحمه للعالمين الرحمه للعالمين شال سيف على بعض العالمين لانه زلم شدار يزيد التوحيد شال لهم سيف عقيله قوي شال لهم سيف وقال وجعل الذل والصغار على من خالف امره. قال لهم سيف انت تمشي يا اخي هون يضربوا الموحدين ويجرحوا اللي اعتذر الضارب ولا المضروب يا جماعه. فلما كان من العام المقبل حج رجل من اشرافه فوافق عمر يزول من اشراف اهل اليمن وعدل الله عمر رضي الله عنه فساله عن اويس عمر رضي الله عنه سأل ثاني عن اويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع الله يعني انا اويس السنه دي ما جمعها لكن انا خليته رث البيت قليل المتاع بيته ده بيت العربي وبعدين زي الفقير بيت ناس خضر قليل المتاع سراير ومتاع البيوت يعني قليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليكم مويس بن عامر مع امداد من اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرا منه الا موضع درهم او درهم له والده هو بها بار لو اقسم على الله لا بره فان استطعت ان يستغفر لك فافعل فاتى مويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح
فاستغفر لي. كويس. على الشريف ده من اشرافهم ده. سمع كلام عمر رضي الله عنه وقال الحديث. جاء لما جاء راجع لأويس وقرن قال لي أويس استغفر لي. ده ذات من ناس اليمن. أويس قال له أنت قال له أحدث مني بسفر، أحدث عادة بسفر. أنت زول سفر، زول المسافر دعوته مستجاب، أنت استغفر لي، ده أويس قال لي أنت استغفر. وقال له مخدة بياض عم شايف البيت وضع حاجة ساي كده جاني كده طوالي كده ساي قلت حاجة قالوا ديل دراو ديل الصوفية ديل يا قلت رجال الدين الجدد والعلمانيين ديل ناس سفلة ناس عبارة عن خنازير وناس عين الليل فيه مش يضعن فيه طنب ضل طنب لا ها ضل الطنب وانا بطل وقول بطل هناك انت انا كلام في هذا انا خلاص صوفيا بتاجي ودي تجد نحايا وبخراء وحجبات وكذب الدعاء مش عندنا تخلي الصوفيا تمسكنا نحن ما عزم يكون من الناس بدونا ما دايرين من الناس تجي تقول لنا انت تجار الدين انا قلنا لك حصل قلنا لك توحيد ب 20,000 تقارن هذا دجال الفتحاء محاضرة داولوها مقاولة تفنن البصر والبنزين والشنو وبعد والودع وغوف قلة تدب ساي دي تجار الدين يا ولد ناس الدنيا الحزبيين ديل والصوفيين مصدر معروف ما اتكلم في ديل لكن دار جماهيرهم عينه للشرع تعرف شغل باطل أسهل أنا ما لقيت علماني يتكلم في التصوف والله مش التصوف ده هو موضع الطعن الججل وده ما الاسلام الاسلام ما بتقدر تطعن فيه يا ولد التصوف اسال لو علمان واعوذ بالله كان بس الناس دي بنبذهم بس مش على الاسلام بنبذهم بالتصوف بس لما نجي زول مسلم نجيده ولا يا ولد التصوف ده مو معانا بعد ده بيقدر قام اقول له اوي اتوقع رياضه تبحث رياضه الشيخ قالوا انا علماني اعوذ بالله لكن هو ذات ما التصوف شر كان يتكلموا فيها على الاسلام شر كان يتكلموا فيها على العلماني وما بيتكلموا فيه شر 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 تراب تبرر جهالات ما بيتكلموا مش يصاحبون العلمانيين كانت ما وقعوا فيها بعض الصوفيين في الانتخابات وفي غير دارين يقفوا معهم هو يسبرني قال له رجل انت احدث عهدا بسفر صالح انت جاي لك من سفر صالح عليك الحق كان الخير فاستغفر لي قال لي لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس قال له لقيت عمر قال له اين قال فاستغفر يعني هو قال له الله يغفر لي اللهم اغفر لي هذا او لفلان ففطن له الناس فانطلق على وجهه الناس يا دوب بعد شنو انتبهوا له قال هو عمر يقول له ويس استغفر لي والزول اللي بيجي بلاقي عمر بيجي يقول له ويس استغفر لي معناه ويس ده زول استجاب الدعاء قال ففطن له الناس اهل المنطقه اهل اليمن انتبهوا له قال فانطلق على وجهه مرق خلى اليمن وسافر محل سافر اهل اليمن ما يعرفوا وجهه خلى صار البلد زول دين ناس الدين الجد رواه مسلم مش بيحبوا التعظيم زي المتصوفه والمجانب مريدي تمسك بي وقم بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة تقول لك عهد إنه أنت يوم القيامة محمي خلي تحمي الناس زي الأفضل ده كان اسمه خليفة شيخ خليفة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم شفته في المنام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجناس التابعين وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا شيخ خليفة والله الرسول شيخني
أخو شيخني كنت أنا مش بكم لا مصدق أي ظل إلا الله مصدقه مصدق أي ظل يقدم لهم إلا القرآن مصدقه والله مصدقه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا مصدقه تلك الحياة القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء مصدق القرآن الشيخ ما يسمع أي ظل إلا الله مصدقه سبحان الله تقدر تعذب وقال الرسول ضمني علينا نخش الجنة وضمن بضمانتي وانا ضمنتك كذابك يا ظلم تعال يا ظلم اديك المواصلات بس اضمن لي تخش هناك على القيادة فغلى الجنة بس القيادة الخرطوم خرطوم نفر 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 شيء قيادة ما مشي بعدين البس لبس بتاع دين ولا دين البس لبس وفي قال ناصين من فوق بس اضمن لي امشي هناك تعال بعد خلينا نشوف التسخينة بس قبل تخش الميدان مش كده طيب زايد قالوا في رواية لمسلم ايضا عن مسيد بن جابر رضي الله عنه رحمه الله أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل هنا أحد من القرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمين باليمن لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله تعالى الأثر ده بيثبت إن أمه حية يعني ما ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل فيما ذكرناه في الأول يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض أي برف فدعا الله تعالى فأذهبه أي أذهبه الله عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم أو له وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فامروه فليستغفر له امروه يعني امروه قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة قال النووي وإسكان الباء والمد وهم فقراءهم وصعاليقهم صعاليق يعني من لا مال له نووي بتعدد ومن لا يعرف عينه من أخلاقهم لا يعرف عين يعني ما بيعرفوه تعيينا ده محمد ولا عبد الله ده محمد والصديق ده حسين لا ما بعرفوه بعين ناس من عوام الناس كذا ذات من يعني من عوام الناس ما بعرفوه عند الناس والأبداء جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة أنا ماشي العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي أو يا أخي بضبط بالضم من دعائي فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك قال النبي حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن هذا الحديث ضعف إسناده الألباني رحمه الله تعالى ما ثابت من ناحية الإسناد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر أن علينا معاه ما تنسانا من الكلام وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين مسجد قباء رواه البخاري متفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء
كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده في زيارة الأماكن فيها أجور زائدة من بقية المساجد. مسجد قباء فيه فضيلة وردت فيه الآثار المعروفة والأحاديث، وأن من اغتسل في بيته في المكان الذي نزل فيه في المدينة وأتى مسجد قباء كتب له أجر عمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء ويأتي مسجد قباء. هنا في الرواية الأخرى التي ذكرها النبي كل سبت، ويزور قباء راكبا وماشيا، يعني وعنده دابة لجلاكن الدابة، والعماء من غير دابة به برجليهم. مش مسجد قباء، الأماكن الفاضلة التي ثبت فضلها بالدليل. أما القبب ما فيها فضل، بل فيها لعنة من الله سبحانه وتعالى، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره، أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. تحب الزول في الله دي فيها فضل، فيها أدب، فيها فضل، فضيلة عظيمة، بس تجيب. ودي من الأسباب إن الله بحبك. زول تشوفه هذا ذول توحيد، ذول عقيدة، ذول دعوة، ذول بناصر الدين، ولو بيمشي يكتر سواد المسلمين. دي محاضرة ماشي يناصر، جات كتمة بإجابة الجلسة إلى آخره، شجع الناس يواصل بالدعوة، كلمة يقولها، يشارك في الخير، قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يساعد ولو بكلمة، ما إلا بقروش، ما إلا بقروش. ناصر الدعوة كذا بتبلغ، تحب في الله سبحانه وتعالى، تحب في الله. وبعدين لما تحب في الله الله بحبك، دي كفس الأدلة إن شاء الله. شوف الأجور. نمرة اثنين، زول بتحب في الله ما تكون كاتي مشيلة، تقول: لا أنا بحبك في الله، بيجيك الأدلة. وهو لما أنت تقول له بحبك في الله، في السنة يقول كلام معين. ده الباب كده. وذات لو قال لك بحبك يا الله، تقول له: احبك الذي احببتني فيه، احبك الله الذي احببتني فيه. يجيك ان شاء الله الان بالنص، نص صعب. ودي من الفضائل، تحب اهل الخير، اهل التوحيد، وتبغض اهل الشرك، ما تبغى زي الهديه. طبعا ده اشكال سائده، ابو خطه الرئيس ده انصار السنه، لانه انصار السنه اصلا مقاعده عربية هاملة سايد، عربية أنصار السنة دي هاملة سايد. الله يبوكم، لا فيها رخصة، لا ترخيص، لا مساعد، لا أي شيء، بس ولا فيها هناك مفتاح. أي ذنب يذكر فيها رب طوالف مودينا وين؟ أراح ديوان الصوفيين السرورين والمسلمين، يا دول ما في طراح، ما في نمرة، ما في وجهة معينة، ما في تذاكر، ما في أي شيء، ما في مساعد، ما في تعمروا المملكة، انت بس ماشي دايسين زايتو محل ما تهف لكم، هامين زايش ولا بتاع مطالق لافين، ما عندك مجرد. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط المستقيم. يا ودي على عربية صار السنة الهدية جا ركبة اخبت له الفيلم، زمان كان راكبه محمد الحسن الرئيس بتاع زمان، اما الحسن تظل مجير إلا تسجيلات فيديو تي، على تي ورجلات، ويتكلم الشيخ ابن باز يتكلم يسمع له، بعدين يمشي قال الناس اللي حضروا بيقولوا كلام، بيقولوا الشيخ ابن باز في السودان، شيخ مقبل سمعته تسجيل، قال أنصار السنة في عهد في زمن الشيخ محمد
الحسن عبد القادر كانوا أهل التوحيد، وكانوا يأتون بمكبرات الصوت في الطرقات ويتكلمون بالدعوة إلى التوحيد، دعوة تشمل بالخير دول تعجر وتعديل الشرس الحق وعلى أهل الباطل. قال الدعوة كانت في السودان دي، قال دعوة إلى التوحيد تكاد تكون منقطعة النظير. قال ما أعرف عنها في العالم منظر شراسة زي المنظر كان في السودان نستطيع. قال فما أن مات محمد الحسن عبد القادر وجاء ذلك الرجل المسمى محمد هاشم الهدية إلا ومن يعدها، والرجل فيه نزعة صوفية. فعلا قال بحب القرآن في ما قال إشاعة، قال ما قال في التلفزيون، ومعاه أخ مسلم ومن الجزل بباصلين وبيشوت كل طوال ده باصلين وده بدي طوال عمك العجل مكركع ده مستقبل لك يوتاب. والله أنا ما ببغض في أنصار السنة زول زي ما ببغض الزول، لأن زول ده ميع الشغل مع التصوف وخدم التصوف خدمة ما يعلم بها إلا الله سبحانه، ده المستقبل ده ده ومعه دجال في اتحاد الناس اللي بقى مع الصوفيه ويدافع عنها ويقعد مع الصوفيه ويسب الصحابه. شفت النفرين دي؟ نسال الله يعاملهم بعدله، نسال الله ان الشيله ذاك مات وذاك الحيله لو مات قبل يموت نسال الله يعاملهم بعدله سبحانه وتعالى. مستعمل الله هذه قال 108 مسجد اديت للصوفيه كده هذه هدية أداهم هدية وبحب البرع بحليفة. قال هسي أنا والله بحب البرع. وديك طبعا أخوان مسلمين عجبوا في الضلال والاستنكار بالدعوة إذا لقوا فيها فرصة، وما بتلقوا فيها فرصة من زول نجيب كنا مستقبل سائل طوال شخاله ليه ما تحل البرع؟ قال خلاص شغل ما تحل البرع نثبتوا فيك الجريمة في الإضمار. قالوا له الله مرمطة أنصار السنة مرمطة في زمن هدية ده جماعة الإخوان المسلمين مرمطة لما عجيبة وديب لأسي ناس نشيطوا بديب بيجاري حضور بيدابع عن ديب لياسي بعدين قالوا شغالوا له متحة والهدية مكشف والمتحة شغال القرع شغال وده متكيف وقال أنا بحبه ما يتكيف. قال لا قال له كيف وصل ده، لا قال له الشيري، لا قال له بس هسي انا بحب القران. قال له استمرت كيف علاقتكم بالصوفيه؟ قال لا اصدقاء ما اخسرهم ابدا، مش ما اخسرهم، ما اخسرهم ابدا، كفروا سبوا الله اشركوا عملوا كبر عملوا بدع ما اخسرهم بجانب وابدا ده تأكيد مفرد ما أخسروا أبدا. انظروا بيقعدوا في جرائم ما بخلوا فرصة للزول يدافع عنه، ما بخلوا له فرصة وبنت له واحد لا الجزء اللي يخدم مهنة ونقدم مناصب وكذا يخدي سبيبة معاوية مقطعة كيف معاه سبيبة معاوية كان بيحترم هذا الشيء كان مستعمل كمان ده تدخل الصحابة وفي ذا معاوية في صوفي لا في شكرا دي جملة بالعادية شكية جماعة الأخوان المسلمين لعبوا بأنصار السنة في العهد ده طوال عملوا لقاد يا قائد من قادته محمد بن زيد مصطفى يا أبو له برضه مذيع حريف في الضلال والإضلال والرمي برضه قعدوا معه قال لهم الليلة نرحب بالأستاذ محمد بن زيد مصطفى ذلك القيادي البارز والمعروف بالمرونة يعني من جماعة أنصار السنة المحمدية وكذا وكذا إلى آخره والليلة هنا يعني يمكن طوال ذاك دبر